حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجلت دائرة التقاعد وضمان العمال أعلى نسبة في تعاطي الرشوة بحسب هيئة النزاهة، وبلغت نسب الرشوة في الدائرة أكثر من 21%، تلتها دائرة التقاعد ضحايا الإرهاب بأكثر من 12%، ثم دائرة التقاعد صندوق موظفي الدولة بأكثر من 8%. بحسب تقرير صادر عن هيئة النزاهة، فإن آلية صرف الفروقات لبعض المتقاعدين وضحايا الإرهاب تشكل مدخلاً رئيساً لابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشوة من قبل شبكة من المعقبين للتعاون مع موظفين حكوميين. كشفت لجنة النزاهة النيابية شبهات فساد تتعلق بمشاريع بغداد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقال عضو اللجنة محمد فاضل الدليمي إن هنالك ملفات تشوبها شبهات فساد وتلاعب من خلال الدعوة للتنفيذ المباشر للمشاريع التي تحيلها محافظة بغداد ضمن قانون الدعم الطارئ. وأضاف الدليمي أن ملفات تشوبها شبهات فساد تخص حملات التنظيف في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمبالغ التي تهدر دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى ملفات أخرى تخص التخصيصات لمعالجة خط الفقر. دعت محافظة البصرة إلى مراجعة مشكلة التخصيصات السنوية لها، مؤكدة أن المحافظة بحاجة إلى تخصيصات تسد حاجتها لإقامة مشاريعها الخدمية التي تمس حياة المواطنين ومنها المستشفيات. وأكدت المحافظة أن حصة البصرة من موازنة تنمية الأقاليم قليلة بزيادة بلغت أو لم تتجاوز 8% بالتزامن مع تقنين حصة المحافظة من البترولار التي تبلغ 69%، لافتة أن المحافظة بحاجة إلى مشاريع كبرى منها المستشفيات والتي يتطلب إقامتها 100 مليون دولار لكل مستشفى. أكد خبراء اقتصاديون أن هناك إهداراً لأكثر من 300 مليار دينار سنوياً من قبل مديريات أمانة بغداد باستثناء ما يتم تسديده من رسوم بشكل قانوني عن طريق المراجعين لتلك الدوائر. قال الخبراء إن الإهدار يشمل دائرة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل والضريبة المرتبطة بوزارة المالية، حيث تحتاج الوزارتان لاتخاذ بعض الإجراءات من أجل توفير مبلغ 30 مليار دينار فضلاً عن 300 مليار من قبل دوائر الأمانة. وبيّن الخبراء أن هناك رسوماً غير علنية تفرض من دوائر التمويل الذاتي، بحيث تمتلك الدائرة صلاحية تحديد الرسوم وفرضها. أكد خبراء اقتصاديون أن إلغاء ضريبة البطاقات الهاتفية مسبوقة الدفع سيكلف الدولة 1 تريليون دينار سنوياً، وأن المواطن العراقي لن يربح سوى 2000 دينار. وقال الخبراء إن المواطنين من ذوي الدخل المحدود لا يستهلكون كمية كبيرة من بطاقات التعبئة، مقابل السياسيين والتجار ورجال الأعمال ممن يستهلكون كميات كبيرة قد تصل إلى 30 بطاقة على الأقل في الشهر الواحد، مضيفين أن المواطن المعدوم لا يستفيد أي شيء من إلغاء ضريبة البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.